طيب خليني ابتدي قبل ما ادخل في ماتش ام بي بكره، خليني كده ابص بدايه الجهاز الفني، سواء مستر موسيماني او سواء مستر ريكاردو سواريش. موسيماني اللي بدا الموسم وريكاردو سواريش اللي بيفنشه، اجادوا في ايه واخفقوا في ايه من وجهه نظركم؟ هبتدي بمحمود وابتدي معاك بمستر موسيماني. طبعا مستر موسيماني بمجرد وصول، هما الاثنين خلينا نتفق ان هما مشتركين في أكيد اجمالا في النتائج، في النتائج بالزبط. اللي بتحصل، ومهما كان حتى لو الدوري انتهى بمدير فني، ولكن اللي بيتحاسب طبعا مدايه من المدير الفني اللي كان ماسك من اول الموسم. بمجرد وصول موسيماني دخل على مباريات صعبه جدا، شفنا نص نهائي دوري ابطال افريقيا قدر يتفوق فيها، والراجل تفوق بشكل كبير جدا في افريقيا لمده 3 سنين، ما خسرش ولا مباراه اقصائيه لمده 3 سنين. موسيماني ليه وعليه ما عليه، ولكن الراجل طبعا ارقامه بتتكلم عن نفسها، راجل عمل كل حاجه مع النادي الاهلي، خسر لقب دوري وخسر لقبين كاس، ولكن في الاول وفي الاخر الراجل عمل حاجات كتيره جدا، حدث ولا حرك كاس عالم الانديه، كسب كل كبار افريقيا، يعني كسب كل كبار افريقيا رايح جاي، كسب الزمالك 5، كسب بيراميدز 3، كسب اسماعيلي 4، كسب بطل كونكاكاف، كسب بطل اسيا، يعني كسب كل صحيح. حاجه وبنتائج كبيره جدا، وبطل ليبرتادوريس برضه ولكن ويكفي طبعا، يعني انا من الحاجات اللي بشوفها لموسيماني من اقوى ماتشاته ان هو لما لعب ب 13 لعيب ناقصين في ماتش مونتيري المكسيكي، يعني قدم مباراه ولا اروع، وقدر ان هو يروح سيمي فاينال. ولكن زي ما قلنا المميزات بتاعته، كان في مشكله انا شايف من وجهه نظري، مستر موسيماني كان عنده مشكله في تجهيز السكند تيم او الفريق الثاني، لان احنا بعد ما شفنا بعد ما اللعيبه الكبيره ريحت، طبعا القرار كان هايل من مجلس اداره النادي الاهلي براحه اللعيبه الكبير، لان خلاص كان الموسم انقضى بشكل كبير جدا. شفنا ان في لعيبه كثيره جدا كانت اوت اوف فورم وبدنيا بعيده جدا بسبب ان هي ما كانتش بتشارك بشكل كبير. انا ممكن اكون واخد عليه حاجه زي كده، وكان برضو موضوع الاجازات السلبيه اللي كان ساعات بيديها في وسط الموسم، ودي اللي كانت بتعمل شك في العضل، فاللعيبه لما كان ينزل يرجع تاني من سلبيه لضغط مباريات مره واحده كان بيحصل اصابات عضليه. الناحيه الثانيه سواريش، مفيش حد زي ما بنقول يقدر يجزم ان الراجل ده كويس او وحش، مش دفاعا عنه ولا هجوما عليه، ولكن هو ظروف مش طبيعيه. انا كمحب للكوره يعني او بتفرج على كوره من زمان، بشوف ان اي مدير فني بيجي المفروض ما ياخدش اكتر من 3 4 مباريات وتبدا بصمته تظهر، ولكن الكلام ده في الظروف الطبيعيه. انما الراجل جه على 3 4 فريق ربعه كان مصاب، بعد شويه لقينا اول ما ابتدى يلعب كل مباراه بيطلع اصابه من 2 لـ3 لعيبه، فالفريق بقى تقريبا نصه اللي بيلعب معاه. بعد كده مجلس اداره النادي الاهلي بقرار ريح اللعيبه. فانا اقول لك كنايه عن اللي بيحصل ده ايه. كان باك ليفت لعب مع سواريش 4 باك ليفت. اول ما جه كان بيلعب علي معلول، بعد كده علي معلول بعد ما هو ريحوه لعب محمود وحيد طلع مصاب، اللعيب الثالث كريم فؤاد جابه من باك رايت للباك ليفت، بعد كده الرابع كان محمد اشرف. طب انا ازاي اقدر كمدير فني ان انا اقدر اطبق افكاري والتاكتكس بتاعتي وخروج بالكوره ازاي واطبق اسلوبي، وانا عارف ان الاربع لعيبه دول انا ما فيش حد ثابت معايا، ما حدش عارف ان انا اقدر اطبق اسلوبي. فما حدش يقدر يجزم راجل كويس ولا وحش، ولكن هو ده اللي احنا بنقوله، واعتقد يعني بنسبه كبيره الفتره اللي جايه النادي الاهلي مطالب طبعا بان احنا نبدا نشوف الاحداث اللي حصلت السيزون ده، وانقضى خلاص وكل الموسم خلص بكل مساوئه وبكل الحاجات الكويسه اللي فيه، ونشوف ان شاء الله الموسم اللي جاي النادي الاهلي ممكن